اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على صفحه الفيسبوك، معكم غيدة جبيلي وربيع الطاعوق. استفاق اللبنانيون اليوم على توقف بث تلفزيون لبنان الرسمي، هذا التلفزيون اللي فتح شاشته من بسنه الخمسين وتقريبا سنه 52، اليوم توقف عن البث مثل ما عم نشوف هيدي الشاره اللي شافوها اليوم اللبنانيه عندما استفاقوا عليها من بعد ما كانوا على مدة أسبوع تقريبا عم يسمعوا الموسيقى الكلاسيكية جراء إضراب العاملين والموظفين. اليوم بشكل رسمي فينا نقول بأنه توقف البث تلفزيون لبنان الرسمي اليوم، وعم يقفل يعني مع أرشيف لبنان وتاريخه الفني والسياسي والثقافي. هيدا خبر اليوم محزن للبنان. لنعرف أكثر حول هذه المسألة حنحكي مع النقيبة، ولكن خليني بلش لتكون جاهزة مع الموظفين. يعطيك العافية. إذا فينا هيك نسألك سؤال، اليوم حضرتكم أضربين، كنتم أضربين، القرار اتخذ من قبلكم بإقفال هيدا التلفزيون من قبل معالي وزير الإعلام، ونحن بنحترمه كتير وبنقدره. ما كنا حابين نوصل لهون، هو أعطى قرار شفهي بتسكير الشاشة. ف يعني مثل ما قلنا سنين مهمشيننا كل المسؤولين اللي لهم كثير ايد كبيره باللي وصل لقاله تلفزيون لبنان واللي عم يوصل لقاله تلفزيون الذاكره وتلفزيون الاجيال. كنا بنتمنى انه حدا يتطلع فينا، يعني كل هالسنين يعني نحن عم نعاني، كنا بنتمنى حدا يوقف حدنا، حدا يتطلع فينا. نحن اليوم ما ابدا ابدا لا عم نعمل حرب ولا غير حرب، نحن اليوم مطالبين بحق، نحن مطالبين بحق، واخذوا كثير وقت لحتى يعطونا هالحق وما شفنا شيء. يعني اسمحي لي اسالك اليوم سؤال، الرواتب والمستحقات قد ايه معاشكم اليوم؟ انا لاحكيكي بكل صراحه، عم بحكيكي عن حالي، انا لي 15 سنه بتلفزيون لبنان، وانا قبل الصرف الجماعي حتى بتلفزيون لبنان. فهيدا التلفزيون هو مش مركز عملي وشغلي، انا هلا اذا بيجوا بدهم يطلعوني على اي مكان تاني ما بقدر اروح، ما بقدر هالقد معلقه بتلفزيون لبنان، ما بقدر، بحس حالي يعني يعني بحسهم عم بيقضوا علي، ما بقدر. معاشي 1,654,000 ليرة، إلي 15 سنة بتلفزيون لبنان، وأنا سكرتيرة لمديرة أخبار، سكرتيرة يعني لمديرة بوست أخبار. مهمة كتير، بيحلم فيه كتير من الموظفين والصحفيين. يعني شو بدي أقول لك، يعني شيء مؤسف، ما كان بدنا نوصل لهون أبدا. نتمنى من كل اللي بيقدروا يساعدوا تلفزيون لبنان، يساعدوا تلفزيون الذاكرة حتى ما نغيب وما تصير، ما يصير تلفزيون الذاكرة هو ذاكرة هو ذكرى. نتمنى انه يساعدونا. يعني شكرا لك على هيدي المداخله. عم نشوف حالي لايف انا لانه اخذي اذن. خلينا ننطر بس، لكن خلينا هيك قبل لتكون جاهزه، بس المشهد اليوم كل التلفزيونات اللبنانيه عم تصل الى تلفزيون لبنان للتضامن مع هذا التلفزيون اللي مثل ما قلنا بيحمل ذاكره لبنانيه، ذاكره تاريخ وارشيف تاريخ لبنان الفني والسياسي والثقافي. اليوم فينا نقول ايضا بانه كل الاجتماعات لم تثمر ولم تمنع اضراب الموظفين اللي كان مستمر بالاشهر الماضيه، واللي انتهت اليوم باعلان اقفاله من قبل وزير الاعلام. سيكون سيتحدث اليوم برساله الى اللبنانيين ليوضح بعض الامور، ولكن بيعتبروا اليوم الموظفين بأنه هناك ظلم اتباع تجاههم، بينظروا لتلفزيون لبنان بأنه هي عائلتهم، هو التلفزيون اللي طبعا عاشوا في أيامهم. وبدي أشير أيضا إلى أنه هيدا التلفزيون ما توقف أبدا حتى أيام الحرب، حتى أيام الحرب تلفزيون لبنان ما توقف ولا دقيقة. حالة من الغضب اليوم والحزن الشديد عند الموظفين.
تنكف مع نائبة اليوم الموظفين في تلفزيون لبنان. بدنا نعرف شو عم بيصير اليوم، أكيد صدمة كبيرة، كيف تلقيتوا هيدا الصدمة؟ نحن ما فهمنا هيدا القرار صراحة، يعني قرار شفهي أبلغه وزير الإعلام وعبر يعني كمان أشخاص لا مسؤولين بالتلفزيون بإقفال البث على الشاشة، توقف البث على شاشة تلفزيون لبنان اللي هو بأحلك الظروف والأزمات ما تم توقف هيدا البث على تلفزيون لبنان. للأسف اليوم هذا القرار زعل كتير موظفين، زعلنا كلنا لأنه نحن أبناء هذه المؤسسة، كنا نأتي على العمل منذ بدء الأزمة، الأزمة الاقتصادية باللحم الحي عم نشتغل. نحن ما بعرف إذا خبروك الزملاء الرواتب تتراوح بين 1,000,000 و5 ملايين ليرة لبنانية. نحن اليوم مطالبنا محقة، منا موجهة ضد أي شخص، وحتى وزير الإعلام باعترافه بأول اجتماع معه عندما أعلننا الإضراب قالنا أنتم مطالبكم محقة، ولكن الأمور عم بتصير بطريقة نحن ما عم نقدر نوصل للحقوق. حتى اليوم لما قيل لنا انه في 6 مليار حولت الى المصرف ليتقاضاها الموظف بتلفزيون لبنان عن اشهر ايار حزيران تموز، لم يتقاضاها حتى اليوم يعني، وفوجئنا يعني بهيدا القرار باقفال البث على شاشة. كم شهر صار لكم مش قاضين مستحقات؟ نحن كرواتب عم نقبض، بنقبض عم لك معاشاتنا بين 1,000,000 و5 ملايين، ولكن المستحقات هي متراكمة منذ بدء اعطاء زيادات للموظفين قطاع العام أو المؤسسات العامة منذ العام 2021. نحن لم نتقاضى أي من هذه الزيادات، وهذا برسم كل المعنيين بالدولة اللبنانية. نحن هذا تحركنا مش ضد شخص، نحن تحركنا ضد كل مسؤول بالدولة اللبنانية. لماذا الموظف بتلفزيون لبنان هو الوحيد بالدولة اللبنانية يتقاضى هذا الأجر بين 1,000,000 و5 ملايين كحد أقصى يعني؟ فهيدا سؤال نحن بنسأله للمعنيين اليوم، منه موجه ضد أي شخص ومنه تحرك شخصي ضد أي حدا. من يتحمل مسؤولية اليوم إقفال تلفزيون لبنان؟ الطوائف، السياسيين، وزير الإعلام، من يتحمل إقفال مسؤولية؟ لا أحد يتحدث اليوم عن إقفال تلفزيون لبنان، هذا القرار لا يتخذ بهذه الطريقة. اليوم ما تم هو توقف البث عن تلفزيون لبنان. قرار الإقفال هو أكبر بكثير من هيك، هو بحاجة لمجلس وزراء، بحاجة لأكثر من هيك. هذا القرار لا يتخذ بهذه الطريقة، وما حدا عم يحكي اليوم بإقفال تلفزيون لبنان. دائما بيقولوا لنا انه هذه المؤسسة هدر، في مؤسسات تهدر المال العام على عينك يا تاجر. نحن فقط 190 موظف، نحن كتلفزيون لبنان ننقل الصورة الى كل التلفزيونات الاخرى من المقرات الرسمية او حتى بنشاطات الوزراء. نحن تلفزيون لبنان بالمعدات الموجودة عندنا نضاهي كل المؤسسات الإعلامية بلبنان، ولكن هناك اهمال من قبل المسؤولين بالدولة اللبنانية لا تلفزيون لبنان، هن بيقولوا ليس من الأولويات، ولكن ليس مش هيك يعامل تلفزيون لبنان. تلفزيون الوطن، الشاشة الوطنية، ذاكرة لبنان والعالم العربي، بيتم التعامل معه بهذه الطريقة اليوم بوقف البث. تلفزيون لبنان من أقدم التلفزيونات بالشرق الأوسط، كيف اليوم حيكون في كلام لوزير الإعلام؟ شو بتتوجهوا له كموظفين؟ نحن ولا مرة قفلنا الحوار مع وزير الإعلام. نحن دائما وكنا إيجابيين. نحن عندما أعلننا الإضراب منذ أسبوعين قيل لنا أن هناك قرار من وزير المالية صدر لإعطائنا هذه المستحقات. في اليوم الثاني من الإضراب عن توقف عن العمل أعلننا تعليق الإضراب، وقيل لنا بوقتها أنه رح تقبضوا هذه المستحقات 2، 3 أو 4، وقالوا لنا اجتمعنا معهم بوقتها أنه أنتوا إذا ما أخذتوا هالمستحقات نحن نازلين نعلن الإضراب معكم. هيك قالوا لنا. نحن كنا إيجابيين بوقتها ولازلنا إيجابيين، ونحن مش ضد أي شخص. عندما لم ننال هذه المستحقات الأربعة، نهار الخميس أعلننا مجدداً الإضراب لأنه لم ننال المستحقات، وحتى الساعة المستحقات ما قبض الموظف بتلفزيون لبنان، وحتى الست مليار اللي قالوا أنه تحولت لتلفزيون لبنان. شكرا لك، رح اتركك لتعملي مقابلات اكيد تعمل مقابلات مع وسائل الاعلام الاخرى. خلينا نشوف. يعطيك العافيه ست ندى. يعني اليوم حضرتك من البرنامج اقتصادي، تفاجأت انه قالوا لي ندى ما فيك تفوتي على الاستوديو ولا فيك تجيبي ضيوف. عندي برنامج جمهوري كل احد الساعه 9 اقتصادنا مع ندى الحوت، وانه سألت ليش، قالوا لي لانه خلص بلشنا نحن الاضراب وما بقى فينا في استحقاقات نحن
إلنا استحقاقات، يعني نحن ما فيك تجي على الشغل وتشتغل ببلاش، يعني بأي مؤسسة بتفوتي عليها بيكون في حقوق الموظفين، فنحن حقوقنا ما أخذناها. نحن لازم يفهم وزير الإعلام أنه نحن منا ضده، بس نحن ضد المبدأ، يعني نحن أعطينا حقنا ونحن أعطينا عبرنا لتلفزيون لبنان. أنه وين كانوا كلهم؟ 5 سنة صار لي، أنا صار لي 25 سنة، وين كانوا كلهم لما نحن كنا بحرب بمجزرة آنا وبعدوين تموز وبسبعة أيار؟ نحن كنا هون يتسكر التلفزيون ونطلع نزيع نشرات الأخبار 4-5 نشرات لأنه ما كانوا رفقاتي يوصلوا على التلفزيون. بأي حق نحن نتعامل وبننهين؟ هيدي أول مرة نحن منحس حالنا أنه فعلا نزلينا، وانا عم بقولها بالفم الملقان، انزلينا. معقول نحن عم بيطالبونا هلا بتفكوا الاضراب لحتى اللي نحن نعطيكم الحقوق؟ هلا الاداره عم تقول انه المصاري وصلت، طب ما نحن بدنا نلبس هالشيء. يعني نحن ما لنا ضد حدا، نحن بدنا نلبس هيدا الشيء. بعدين مش مقبول انه تمرق ورقه على الموظفين انه يصير في شرخ، اوكي، انه انت مع الاضراب ولا ضد الاضراب. نحن اعطينا تقسيم بين الموظفين، نحن اعطينا عمرنا، نحن حقنا بدنا ناخده على دير بارا. شكرا لك. هيدي صرخه طبعا من الموظفين. يعني زميلتنا ريبورتر كيفك؟ يعني بنعرف اليوم انه حضرتكم موجودين بكل المقرات الرسميه، نحن كتلفزيونات كل التلفزيونات اللبنانيه تعتمد على تلفزيون لبنان بالبث من خلال المقرات الرسميه، تصريحات الوزراء، تصريحات النواب. وقفوا حدكم. غيدا بدي أسألك سؤال، أنت إذا بتقبض 3 مليون بهالأزمة قدي بتجي على شغلك؟ سؤال. نحن صرنا من 2019 بهذه الأزمة ونحن عم نمشي مع منقول هيدي المؤسسة هي مؤسستنا، هون كنا وهون موجودين أقل واحد عمره بالمؤسسة من 15 سنة وبالطالع. للأسف اليوم تلفزيون لبنان تفاجأنا بالكولر بار، نحن تفاجأنا مثلنا مثل كل العالم. نحن كنا فاتحين اضراب باعتبار اول شيء كان توقيف عن العمل باعتبار ناخذ مستحقاتنا. توقف الحوار معنا، ما عرفنا حتى ليه توقف الحوار معنا، يا بتفكوا الاضراب يا بتطفي الشاشه. طفى الشاشه مثل ما شايفه الكولر بار. هلا عم نسمع، ما بعرف قد ايه صحيتها، بس من يعني عم نسمع انه بده يروحوا على مجلس الوزراء بقرار اقفال تلفزيون لبنان. هل بيتحمل مجلس الوزراء هيدا القرار؟ هون السؤال. يمكن يروحوا عبيها. من يريد إقفال اليوم تلفزيون لبنان برأيك؟ غيدا، اليوم تلفزيون لبنان هو المؤسسة مثل ما كلنا نعرف، المؤسسة الإعلامية الوحيدة الغير مسيسة، الغير تابعة لحزب، يلي طول عمرها كانت بتشتغل بطريقة حيادية وبتنقل للكل مش لواحد. ولا مرة نحنا قلنا هيدا ما بننقله أو هيدا ما بننقله، بس يلي عم بيصير اليوم هيدا غير مقبول. اليوم الوزير مدعو يتراجع عن قراره فورا، هيدا مش مقبول. انت بس تكون في طرفين، لنقول طرفين في نزاع بيناتهم. اليوم السبيل لحل هالنزاع هو الحوار. ليه قاطع الحوار مع النقابة؟ ما عرفنا. مع انه كان عم بمد جسور وكان في حوار، كانت الامور ايجابيه الى حد ما بالفتره الاخيره. شو نحن اكيد حنسال يعني بطبيعه الحال اذا صح لنا اليوم انه شو السبب اليوم وراء هيدا القرار؟ هل نحن طلعنا لعنده كمجلس نقابه منتخب جديد حديثا وقلنا له هل تقبل انت كوزير نحن نكون بنقبض 2 مليون و3 مليون؟ قد ايه بدي اجي على شغلي انا اذا بقبض؟ مهزله. خلينا نقول انه اليوم فقنا على ارتفاع لاسعار البنزين كمان كمان كمان. يعني نحن قلنا له قال ابدا، نحن انا بوقف حدكم وقدامكم بالاضراب وانتم حقكم 100% تضربوا. هيدا كان اخر موقف نحن حكينا نحن وياه فيهم. بعدين صار تواصل معنا مع مدير عام وزاره الاعلام يلي هو دكتور حسن فلحه مشكور، رحنا لعنده حكينا نحن وياه، قال التنين بتقبضوا كامل المستحقات يلي هن فوق 30 شهر، مش انه مبلغ. هلا اذا بتصرفيه على الدولار بيطلع 200-300 دولار ماشي، بس انه في موظفين معتمدين على هذا المبلغ اللي كان جاي. تنين ثلاثه نفس الخبريه جمعه الماضي، نحن قلنا انه الخميس بنعمل اضراب. عملنا الخميس الاضراب، نحن ما سكرنا الشاشه، نحن الشاشه كانت مفتوحه والموظفين كانوا حضوريا عم يجوا على شغلهم، علما انه ما معهم البنزين يجوا، بس كانوا عم يجوا. اليوم كانت مرحلة وعود بمعنى كانت مرحلة وعود. هلا بتصيروا يا بتفكوا الإضراب تأفتح الشاشة، صرت بغير مفاوضات بتفك الإضراب بفتح الشاشة. لا يعني ما عليه،
اليوم نحن منطال وسيلة ضغط اليوم عم تمارس وسيلة جديدة. برجع بقلك نحن ما في حوار مباشر نحن وياه، يعني اليوم بس هو كونه وزير إعلام وحريص على الحريات الإعلامية وحريص على كل هيدي الأمور يلي هو كان عم ينادي فيها. وبرجع بقلك اللقاء بيننا وبينه كان أكثر من إجابة، يعني ما عم نعرف ليه هالقرارات عم تم اتخاذها. خليني بس استوقفتني هيدي الكاميرا، برأيك شو؟ من 58 من تأسيس تلفزيون لبنان، مش ب 52 ب 58 58. هيدي الكاميرا ذاكرة وطن، وإذا بتنزل لتحت أو بتشوف الاستوديوهات أو أو بتروحي على المبنى بسن الفيل بالإيفوار بتشوف الأرشيف، هيدي ذاكرة الوطن. اليوم نحن كان المطلوب يوقف حدنا ويكون موجود هون معنا ويطالب بالحقوق أكثر منه. إذا العرقلة كانت مش من عنده، وهيك عم نسمع انه العرقلة مش من عنده، اليوم كان من المطلوب يكون حدنا حد لموظف، مش انه بحط كولر بار وبفل، لا مش مقبول للأسف. نحن أكيد رح نتابع هيدي القضية معكم. بدي شير اليوم إلى أنه يعني كالصاعقة مثل ما استمعنا نزل خبر توقف بث تلفزيون لبنان الرسمي. هيدا الخبر بيأمل الموظفين بأنه يتراجع عنه وزير الإعلام. خلينا نشوف كيف رح تاخذ هذه القضية مجراها، وهل سيتمكن الموظفون من أخذ مستحقاتهم، والأهم هل ستقبل اليوم الدولة اللبنانية وكل المسؤولين عن توقف بث تلفزيون لبنان الرسمي؟ هيدا سؤال من وجهه طبعا لكل المعنيين في هذا القرار. شكرا مشاهدينا الكرام لحسن المتابعة، كانت معكم غيدة جبيلي وربيع زعوق.